المساند صار لي موقف بنفس الشيء هذا. رحنا كنا نشتغل بقناة، وقعت معهم عقد وقالوا لي ترى المبلغ اللي اتخذته تقريبا أعلى مبلغ لا يدري أحد. دق علي واحد من أخوياي إيه والله استشيرا، شو أقول لهم كم أقول لهم؟ قلت والله ما أدري، يعني راح أنت قل المبلغ اللي تقوله وتفاوض أنت وياهم، ما أقدر أنا أتكلم. جاء قال لي طيب يعني بحدود كم؟ مدري. قلت والله ما أدري، تفاهم معهم. المهم اتفق معهم على تقريبا مبلغ أكبر، ربع المبلغ، ربع المبلغ حق اللي أعطونا. إيه. هو اتفق معهم على ربع المبلغ. حلو. وكان مبسوط. إيه. راضي، وكنا بالبرنامج مقدمين وشغل حلو. لين ما جاء الشخص هذا هو اللي كب العلم، اللي اتفق معي قال أتعلم. إيه. جاء احنا قاعدين وما أدري إيش قال، وأنت أصلا أنت ما تقدم شيء، وقال إن احنا معطينك المبلغ. انصدم. وهذاك موجود. اشترى لي العسل. موقفي المشكلة كنا ننام احنا كنا برا السعودية، كنا ننام شقة واحدة. والله يا جماعة أسبوع كامل تحراه يغولان تحراه يسوي شيء، موقف يعني حقا موقف سيء جدا. أحرجك. فهمت؟ فليه ما قعدت معه؟ ليش ما تكلمت في البداية؟ ما أقدر أقوله. قالوا له لا تقول. قالوا له خلاص أنا بنعطيك المبلغ اللي أنت قلته. يا أخي هو خويك ولا ما تعرفه؟ إلا خويه. خويي بس مو مره يعني، فهمت علي؟ بس ما اقدر اقولهم يعني، فهمت؟ بالنهايه هي امانه، قال لي لا تقول. المدير اللي قالك لا تقول خويك اكثر، خويك اكثر من ذا، صح؟ اللي المدير اللي قالك لا تقول خويك اكثر. إيه؟ لا قال لي انا لا تقول انه بيعطيك المبلغ هذا. وخويي قال لي كم اقول لهم؟ قلت ما ادري بكيفك. اعطوه ربع المبلغ ووافقوا وماشي الامور تمام. يوم ذري بالوضع انحاس الامور، بدا يتاخر على الهواء، بدا ما ادري ايش، فهمت؟ فدخل بالمود هذا. انا موقف محرج بالنسبه لي انه نحط بالموقف هذا. انت ما تقولها بصراحه. فهذه هي استشاره من الاستشارات اللي عادي يضرب انا الشخص هذا لو اعطيته استشاره. لا بس انا بس دقيقه بس بعد الجلسه زانت، وش رايك تسمعون شيء؟ اي والله. وش رايكم؟ والله يا جماعة خير. جعل ربي جعل في واحد عندي عطنا برزيقه صوت. والله في واحد كذا